كل الحبس حوالك شلون احنا جاي من 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 هذا انه نحن وهو هنيك محبوس. والله ربي عبال دخيل. السلام عليكم. اهلين سعيد. ليك ابو ليلى انا حكيت مع مدربي وعدني خير. لك شو مدربك ما مدربك؟ مدربك خرجي اقطعك الشارع من ارني لارني، هي واسطة هاي؟ عم نلقى منها واسطات قد ما بنحسن وما بنمشي الحال. كيف الحل هلا؟ الحل ايوه وما لنا غير نحكي مع ابو الملوك. والله الله يديمك ويفدي عمرك يا عمي ابو الملوك. ما راح انسى لك شغلي. تمام شو؟ قال مشي الحال مشي الحال هو ايه؟ قوم يا رجل عند وليد يا وليد. تعا حبيبي تعا الله يرضى عليك معلم. دير بالك على المعلم بيوصل انا وعمك سعيد مشوار بس قوم يلا. لك لوين؟ لك لعنده. لك ليش هذا بيطلع بايده يطلعوا لابو شانتي من السجن؟ لك شبكك سعيد هذا ابو الملوك لا شوفه مصافي مال هيك بس بيعجبك تعال معي تعا. شوفير تاكسي وقفته وحده قالت له بدي روح على الصالحية هلا روحي بس لا تطولي. الله عليك يا ابو جانتي منين بتجيب انك هذا يعني؟ شو شايف ابو جانتي قاعد بالصدر؟ ليش ما دريت؟ اتغيرت الوزارة سيدي. سكرت امك ولا انت وياه؟ ابو جانتي مخلص شرفه خير. رئيس المخفر بده يشوفكم. حلو فرجت معناتها تدخلت السلطات العليا. يلا دعوا لنا شباب. الله مع السلامة يا جماعة. قوم انت قوم قوم يلا شرف قوم قوم شباب ابو جانتي يعني. يلا ماشي يا اندال انت وياه. اهلي ابو البلوك نورت والله. منور بوجودك يا سياده المقدم. الله يخليك. برام سيدي متهمين دخلوا لجوا. على راسنا الحكومه والله. اهلين بمعلمي بتاج راسي ابو البلوك. اهلين ابو جانتي. ليش معذب حالك معلمي؟ ولو يا مخلص احكي لي شلون سرقت اغراض الشرطي. سيدي والله مو انا هو. إيه بس الشرطي تعرف عليك انت. مزبوط انا اللي سرقت بس هو اللي وزني سيدي. هلا ابو جانتي هو اللي وزعك تسرق الشرطي. ايه والله سيدي مخلص انا اللي وزيتها. ابو جانتي ما بيعمل ناقصه. اسمع لك انا كنت بالتاكسي انت نزلت لعند الشرطي بعدين انا شو بدي بدفتر المخالفات والعصاي يسرقوا. لك احكي الصدق ابو جانتي صفحته بيضه عنا بس انت لك 10 صفحات سود